أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كشفت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن وضع برنامج متكامل يمتد إلى 5 سنوات يهدف لتحسين المخزون السمكي وتنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية، حيث يتضمن البرنامج الوقف الفوري لطرق الصيد الجائر وخفض جهد الصيد بتقليل عدد العمالة وإيقاف إصدار رخص الصيد في الوقت الحالي وتواجد صاحب الترخيص أو ربان بحريني على كل سفينة صيد تجاري تبحر في المياه الإقليمية لمملكة البحرين. قال عدد من المزارعين البحرينيين المشاركين في سوق المزارعين البحرينيين بحديقة البديع النباتية بأن السوق بات يشكل منصة مهمة لتسويق منتجاتهم المحلية، وأشاروا إلى أن السوق كان حافزا لهم لإنتاج أنواع جديدة من الخضروات تلبية لطلبات الزبائن، وأكدوا بأن سوق المزارعين البحرينيين يعد من المشروعات الناجحة جدا والتي تأتي من باب الدعم للمزارع البحريني. عقد الجهاز الوطني للإيرادات ورشتي عمل تتضمن المفاهيم الأساسية المتعلقة بالقيمة المضافة وضمان تطبيقها بصورة صحيحة، وذلك استمرارا للبرنامج المكثف لورش العمل والفعاليات التعريفية الخاصة بالقيمة المضافة. وخلال ورشتي العمل التي حضرها 120 ممثلا عن 100 منشأة ضمن المؤسسات المتوسطة والصغيرة، تم استعراض آليات تطبيق القيمة المضافة والجوانب الفنية والتنظيمية المتصلة بها والاطلاع على التجربة الافتراضية التي يوفرها مركز العرض التي تمتد على أساليب تعلم مبتكرة تسهم في زيادة المعرفة لمساعدتهم في تحقيق التطبيق السليم للقيمة المضافة وتقديم كافة المعلومات التي تسهم في تحقيق أقصى درجات الكفاءة والفعالية وخاصة ما تتطلبه هذه القطاعات من جوانب فنية. والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد تقدم مؤشر البحرين العام في إقفال اليوم بارتفاع بنسبة 0.6% مقفلا عن مستوى 1643 نقطة، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاعات البنوك التجارية والخدمات والصناعة. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 1,281,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 737,000 دينار تم تنفيذها من خلال 57 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أقفلت على انخفاض نسبته 0.29%. أما بالنسبة إلى مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت، فقد أغلقت على تراجع نسبته 0.24%. وننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية التي سجلت تراجع نسبته 0.55%. أما سوق دبي المالي فقد ارتفعت بنسبة 0.14%. وأخيرا سوق العاصمة العمانية مسقط التي أغلقت على انخفاض نسبته 0.39%. توقع صندوق النقد الدولي تحسن النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية إلى 2.2% في عام 2021. وقال صندوق النقد إنه من المتوقع أن يبلغ النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هذا العام 2.8%. ومن جهة أخرى، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي نتيجة المفاجآت السلبية التي شهدها عدد قليل من اقتصادات الأسواق الصاعدة من أبرزها الهند.
وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك اتفاقية إطارية مع شركة إيني الإيطالية للطاقة لاستكشاف فرص التعاون في مجال تكنولوجيا التقاط ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه. وتجمع الاتفاقية بين اثنين من أكبر منتجي للطاقة في العالم، وتتيح لهما التعاون والعمل معا للاستفادة من الكفاءات ذات المستوى العالمي والتقنيات الحديثة المتوفرة لديهما. كما وتأتي الاتفاقية في أعقاب إعلان أدنوك عن أهدافها الشاملة في مجال الاستدامة مؤخرا، والتي تشمل خططها لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 25% بحلول عام 2030. مشاهدين، النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل. شركة بوينغ تدخل في محادثات لاقتراض 10 مليارات دولار بعد تحطم 2 من طائراتها. انطلقت في مدينة دافوس بسويسرا فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة 3000 شخص من القادة والمسؤولين التنفيذيين من نحو 117 دولة، وتستمر أعمال المنتدى حتى يوم الجمعة المقبل. ويحتفل دافوس هذا العام بمرور 50 عاما على تأسيسه، ومن المواضيع الرئيسية التي سيبحثها المشاركون كيفية مواجهة الأزمة التي تعصف بالاقتصاد العالمي دون إحداث تأثيرات سلبية على البيئة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة في منتدى دافوس الاقتصادي إن الولايات المتحدة تشهد نمواً اقتصادياً لم يشهده العالم من قبل، حيث أن معدلات البطالة تراجعت في البلاد والاقتصاد تحسن. إلى ذلك، أبلغ وزير الخزانة الأمريكي ستيفن نيوتشن صحيفة وول ستريت جورنال أن المرحلة الثانية من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين لن تتضمن بالضرورة مفاجأة كبرى بإلغاء جميع الرسوم الجمركية، وأضاف أنها ربما تلغي بعض الرسوم. كما وقالت الصحيفة أن نيوتشن حذر كذلك من أن إيطاليا وبريطانيا ستواجهان رسوما جمركية أمريكية إذا مضت الدولتان في خطط فرض ضريبة على شركات تكنولوجيا مثل جوجل وفيسبوك. وفي فرنسا، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أجرى مناقشة رائعة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول ضريبة رقمية تعتزم باريس فرضها، لافتا إلى أن البلدين سيعملان سويا لتفادي زيادة في الرسوم الجمركية. كما وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي أن ماكرون وترامب اتفقا على التراجع عن حرب محتملة للرسوم الجمركية حتى نهاية العام، ومواصلة المفاوضات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الضريبة الرقمية أثناء تلك الفترة. أما في الصين، قال لي تشانغ تشيان المسؤول بوزارة التجارة الصينية إن مشتريات بكين من المنتجات الزراعية الأمريكية لن تؤثر على وارداتها من الدول الأخرى. وأبلغ تشيان مؤتمرا صحفيا أن الصين ترحب بدخول المنتجات الأمريكية القادرة على المنافسة إلى أسواقها، وتأمل أن تعمل الولايات المتحدة على إيجاد الظروف المواتية للتصدير إلى الصين. وأضاف أن الصين ستزيد الواردات حسب ما تمليه أوضاع السوق وبما يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
دخلت شركة بوينغ في محادثات مع بنوك بشأن اقتراض 10 مليارات دولار أو أكثر وسط زيادة في التكاليف للشركة الأمريكية لصناعة الطائرات بعد تحطم 2 من طائراتها 737 ماكس. وقالت بوينغ إنها قامت حتى الآن بتأمين ما لا يقل عن 6 مليارات دولار من البنوك، وإنها تتحدث مع بنوك أخرى حول المزيد من المساهمات. وأكدت بوينغ أنها أوقفت بشكل مؤقت إنتاج طائرات 737 ماكس في ولاية واشنطن في الأيام القليلة الماضية. ويقدر محللون أن بوينغ تخسر حوالي مليار دولار شهريا بسبب وقف تحليق طائرات 737 ماكس.